أول بيرجعنا لأيام زمان، راح نسترجع من خلاله كتير أفكار قديمة أنا وياكم. خليكم معي بالأصل. طبعا شو طالب مني هون؟ طالب مني مجموعة الحلول، هاي معادلة الدرجة الأولى. أنا ما بدي ناقش هاي، بدي ناقش هيك. لو كان أي مجموعة الحلول هي فاي، أو مجموعة الحلول هي ري، أو مجموعة الحلول هي حل وحيد، حل. إذا بنتذكر، إذا كان عندي مجموعة الحلول فاي، فيكون عندي صفر في إكس شو بيساوي؟ بيساوي آر. وإذا كان عندي ري فبيكون صفر في إكس بيساوي صفر، أو هون يكون عندي آر إكس بي. هدول احفظوهم، تمام؟ طيب هون عندي 3 إكس زائد 6 ناقص 2 إكس تساوي إكس زائد 12. هذا جاي عام 2018 امتحان أنقرة. لا ما حرام 100 دولار، ليش؟ 3 اكس ناقص 2 اكس اكس، ونقلت لعنده هون ناقص اكس، الاكس صارت ناقص اكس، شو تساوي؟ نقلت 6 لهون، شو صار؟ صار عندي 6، يعني 0 في اكس شو تساوي؟ تساوي 6. اي وحده من هذول الحالات الثلاثه هي 0 في اكس تساوي 6؟ الحاله الاولى معناتها لا يوجد حل، والحل فاي، لانه ما في عدد في العالم بضرب 0 بيعطيني 6. أفت ولا بلير رح محيهم. سؤال اثنين، واحد على اكس زائد اثنين على ي ساوي ثلاثة، ستة على ي ناقص اثنين على اكس شو ساوي؟ ساوي اثنين. المطلوب مني ي، يعني المطلوب اني اتخلص من اكس، فراح اضرب هاي بش قد؟ باثنين، بتصير اثنين على اكس زائد اربعة على ي شو بتساوي؟ ساوي ستة. هلا بجمع المعادلتين الجميلتين، 6 ي و 4 ي 10 ي ناقص 2 اكس ناقص 2 على اكس، و 2 على اكس بيروحوا مع بعض، 2 و 6 شو بيعطوني؟ بيعطوني 8. هلا بهالحاله هي معناتها ي تساوي 10 على 8. شو يعني 10 على 8؟ 5 على 4. يلا يلا المسألة اللي بعدها. أكيد بدي أجمع، أكيد بدي أجمع. ليش بدي أجمع؟ لأنه بالأصل هو طالب مني أن أتخلص من بي، وفعلا بي وقت بجمع بتروح، صح؟ بتروح أستاذ، بس راح يعطينا الجواب في الموجب، نعكسها بنطلع معنا الجواب الثاني. أفت يوز ذا يوز ذا أوردر، صحيح، خلصنا. تعال نجمع A و 3 A 4 A 2 B ناقص 2 B بيروحوا، ناقص 4 J شو بيساوي؟ ساوي 8. قسم على 4، يعني A ناقص J شو بتساوي؟ 2. طب J ناقص A ناقص 2، بضرب سالب الطرفين. اوكي شو اعمل؟ يلا التمرين اللي بعده الرابع، 3 زائد 10 على ناقص 2. بيغيروا اكيد. يلا اللي بعده، اللي بعده شلون راح حل هذا التمرين؟ خليك معي بعد اذنك. طب شو هو العدد؟ يعني هي 6 صح؟ طيب ليش 60؟ هي مو 60، اعمل لك هي كلها 6 صح؟ يعني 10 على 2 زائد 6 على 5 ناقص اكس شو بتساوي؟ تساوي 6 صح؟ تعال نقسم هون اذا بتحبوا، بيطلع هي 5 وهي 3، بيطلع معي 5 تساوي 6، قسمت على 2
بس قسمت على 2، قسمت دول على 2 مشان صغر الاعداد بس. نقلت هاي لهون شو صارت؟ سالب واحد. معناتها صار عندي اكس ناقص 5 شو بتساوي؟ بتساوي 18، يعني ضربت طرفين ببعض. معناتها اكس شو بتساوي؟ 3 20. اي 5 لك اخي، قسمت هذا على 2 وقسمت هذا على 2. هاي الخمسة تقلت لهون، هذا مقامه واحد، 5 ضرب 1 5، و 3 ضرب 2 6، و 3 ضرب 6 18. يا دكتور محمد، طيب عشرة على 2 زائد 6 على اكس على 5 ناقص اكس تساوي شئات تساوي 6، تمام؟ هدول بقسمهم على 2 شو بيطلع معك هون؟ 5 و 3، 5 ضرب شئات و 3 ضرب 2 6، و 3 ضرب 6 18 على اكس ناقص 5. هلا هذا نقول لهم يصير عندك ناقص 1، كفي الحل. يلا اكتب الحل. يلا يلا، مين بيعطيني طريقة لحل التمرين الخامس؟ لا هذا على طول نقول يا استاذ ونقلبهن وبيطلع معنا الجواب على السريع. اللي عم بيقول لي انه انقل، اللي عم بيقول لي انه انقل، تمام؟ شو بعمل بالحالة هي؟ شو بصير؟ مين عم بيقول لي اقلب؟ انت قصدك انقل صح؟ بنقول بعدين بقلب استاذ. طيب صار عندي 2 ي ناقص 3 شو بتساوي؟ اكس ناقص 5 صحيح؟ هو شو بده؟ بنقول هاي لهون وهي لهون صحيح؟ اكس ناقص 2 ي شو بتساوي؟ ناقص 3 زائد 5 شو بتساوي؟ تساوي 2. تخيلوا انه هذا امتحان عام 2017 عشان تشوفوا شد، عشان تشوفوا شد الاسئلة سهلة. يلا هذا 2020 من اولها مصايب، بده يجينا سؤال زي هيك في الامتحان يعني. هلا شوف انا هذا اذا ضل امتحان، يلا بس في كل الاحوال يعني دراستكم هي بتضل للاجيال القادمه. يلا شايفين ندرس بيطلعش دراسه، ما ندرسش ويكون في دراسه. لا لا في اخي، في مستحيل يكون ما في، البشريه ما بتوقف، البشريه بتضل مستمره، ما بتنقرض طول ما انا موجود، لا تخشى شيء. ما بتنقرض البشرية يا أخي. يلا مين عنده اقتراحات لحل؟ عفوا، برافو عليك صح. شو لاحظنا نحن هون؟ لاحظنا انه هدول الاثنين لو جمعناهم مع بعض، لو جمعنا تجمع هدول التنتين ولا تطرحيهم؟ أو نجمع الثلاثة مع بعض، شو رأيكم؟ نجمع الثلاثة مع بعض بتروح البي بس بتضل الجي. إيه بتضل الجي وبحل معادلتين ثانيات مع بعض صح؟ يعني 2 أو أو 3 أو شو بيعطوني؟ 6 أو. بي وبي وناقص 2 بي بيروحوا. ناقص جي وناقص 2، ناقص جي وجي بيروحوا، شو بضل معي هون؟ ناقص 2 جي شو بيساوي؟ ناقص 7 وناقص 6 ناقص 13 وناقص هاي شو بيعطيني؟ ناقص 22. معناتها في عندي 3 A ناقص J شو بتساوي؟ ناقص 11 صح؟ اتفقنا لهون؟ طيب هلا خليكم، انا في عندي هلا معادلة فيها A و J، شو هي المعادلة الثانية اللي ممكن يكون فيها كمان A و J؟ شو هي المعادلة اللي بتعطيني كمان A و J؟ طرح المعادلتين الاولتين، برافو عليك. راح ناخذ التنتين ونطرحهم. 2 ا ناقص ا تعطيني ا صح؟
بي ناقص بي بيروحوا. ناقص جي ناقص ناقص جي شو بيعطيني؟ يعطيني ناقص جي. ناقص سبعة ناقص ناقص ستة ناقص واحد. صار عندي كم معادلة هلا؟ صار عندي معادلتين. برجع بعيد بس، إذا عندك ثلاث معادلات أنت بهمك طبعا بهذا التمرين ما نطالب منك قيمة آ، بهمك تأوجد بس معادلتين فيهم مجهولين، تمام؟ تخلص من المجهول. فجيت لاحظ أنا أنه جمع هدول ثلاث معادلات بخليني أخلص من بي، خلصت من بي ظل عندي آ وجي. جيت صرت أفكر أي واحد من هدول المعادلات لو طرحتهم أو جمعتهم أو بطريقة ما بقدر أحصل فقط على آ وجي. إجا مروان شو قال؟ قال طرح الثاني من الأولى. فعلا طرحت لك هلأ، شو صار التمرين سهل. هلأ شو راح أعمل؟ بدي أجمع 3 آ و آ 4 آ ناقص جي وزائد جي بيروحوا. شو بيطلع معي هون؟ ناقص 12 معناتها آش قد؟ ناقص 3. ننتقل على التمرين اللي بعده، التمرين السابع. عم بيل اي جامعة؟ أرجيس. يلا شو عم بيلي هون؟ شو عم بيلي هون؟ طبعا هو هون عطيني معادلة صح؟ ولو انها مخفية، ولو انها هي معادلة مخفية بس. أيوة 47 واي زائد 5 صح؟ بمعنى آخر إكس إيه فينك تعوض إذا بتحب هيك تطلع صح؟ طيب وهون في عندي معادلة بتقول إكس زائد واي شو بتساوي؟ 965. هلأ هو طالب مني قيمة واي، فأنا راح أطرح إكس ناقص إكس بيروحوا مع بعض، واي أو ي ناقص ناقص 47 شو هاي؟ 48 ي صح؟ شو بيساوي؟ 960. بمعنى آخر ايش قد؟ ايش قد يا جماعة؟ شكرا للمشاركة. طرحناهن هيك، طرحنا هيك قلنا اكس ناقص اكس صفر، ي أو واي ناقص ناقص 47 يعني 48 صح؟ 965 ناقص 5 960. 960 تقسيم 48 20. يوس 2017. سؤال بعده، سؤال الثامن. شو طالب مني هو؟ طالب مني قيمة، طالب مني قيمة X صح؟ فلازم اخلص من Y، لازم اضرب هاي باثنين، بتصير 2 على X ناقص 2 على Y شو بتساوي؟ تساوي 8. هلأ بيجمع مع بعض، لا هذا ما أبشر حلينا؟ ايه نفس بالضبط. ايه طيب يلا يلا رح نمحي الصفحة اللي بعدها تماماً.